في تجربتها الإخراجية الروائية الطويلة الأولى تعمد الممثلة أو بالأحرى النجمة الإيطالية فاليريا غولينو إلى التعامل مع قضية شائكة وإشكالية، وهي قضية الموت الرحيم أو ما يسمى بالانتحار الرحيم، تلك الخطوة التي يقدم عليها أناس وصلوا إلى مراحل نهائية في مرض عضال لا خلاص منه، لهذا يحاولون أن ينهوا عذابات وآلام ذلك المرض بخيارهم بإنهاء حياتهم. فاليريا غولينو تعاملت مع هذا الموضوع بشفافية وبرقة المرأة، لكنها تعاملت أيضا معه بحذاقة وصرامة الأستاذ الذي يناقش ويحاول أن يتعرف على هذه القضية من داخلها من عمقها. لم تطرح فاليريا غولينو نفسها كمعلمة في هذا الإطار، ولم تطرح قناعاتها الشخصية، لكنها حاولت أن ترصد ما يحدث في داخل من يمارس عملية الموت الرحيم أو بالأحرى من يساعد المرضى النهائيين على إنهاء حياتهم. استعانت فاليريا غولينو بنجمين من السينما والمسرح الإيطالي، ياسمين ترينكا الممثلة الشابة التي شهدت ميلادها الفني في هذا المهرجان، في مهرجان كان في عام 2001 من خلال فيلم ناني موريتي غرفة الابن، والممثل المسرحي الكبير والمخرج المسرحي الكبير كارلو تشيكي، ثنائي جميل مثل مرحلتين عمريتين مختلفتين، قدمت صورة الحالة وقدمت أيضا نهاية مفتوحة متروكة لكل مشاهد أن يثبت فيها قناعاته. لنستمع إلى ما قاله لنا الناقد السينمائي الإيطالي ومدير موقع ماي موفيز جان كارلو زابولي عن هذا الفيلم. فاليريا غولينو ممثلة معروفة عالميا، ويكفي أن نذكر على سبيل المثال للحصر فيلم رين مان مع داستن هوفمان وتوم كروز. في تجربتها الأولى لإخراج الروائي الطويل تواجه فاليريا موضوعا شائكا بالمطلق، موضوعة الانتحار المدعوم، وهو موضوع يطرح نفسه في إيطاليا في هذه الفترة بشكل قوي. تستند فاليريا غولينو في فيلمها إلى رواية للكاتب الإيطالي كوفاتشيتش الذي واجه الأمر بموضوعية كبيرة. أنجزت فاليريا فيلمها برفقة الممثلة ياسمين ترينكا والتي باتت معروفة عالميا هي الأخرى. هذه الفتاة التي توديها ياسمين ترينكا تحمل الموت واختارت لنفسها الاسم السري عسل. إنها تحمل الموت إلى أولئك الذين ما عادوا يحتملون الحياة وقرروا الرحيل بوعي كامل. نتابع عسل في عملها شبه اليومي حتى اليوم الذي تلتقي فيه برجل يطلب مساعدتها، لكنه في حقيقة الأمر يقدم إليها المساعدة، يساعدها أن تبلغ الرشد وأن تدرك معنى الحياة وليس فقط العيش برفقة مزيج من أحاسيس الكرم أو الخطيئة، وهي ما تحمل الفتاة من مشاعر في الواقع. في كل مرة تذهب فيها إلى المكسيك لشراء السم المستخدم لقتل الكلاب، وهو ما تستخدم هي نفسها للإسراع في موت من يطلق عليهم مرضاها. فيلم جريء يبرز بوضوح أداء ياسمين ترينكا وكارلو تشيكي، إذ يدعم أحدهما أداء الآخر، وتجيد فاليريا غولينو كيفية غلق الأحداث حيث ينتهي الفيلم في باحة الصلاة في مسجد كبير بصورة أعتقد أنها ستعلق بالتأكيد في ذاكرة كل من سيشاهد الفيلم. un'immagine che credo rimarrà negli occhi di chi avrà la possibilità di vedere il film.